يا صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا، وهلا رح نبدا باول فقراتنا لليوم اللي رح نحكي فيها عن فتره المراهقه اللي تعتبر من اصعب المراحل اللي بمر فيها الانسان خلال مرحله نموه، وهي المرحله يمكن بمر فيها بتغييرات كثير على الصعيد الجسدي والنفسي وايضا الاجتماعي، وكثير من الاضطرابات اللي بيتعرض لها المراهق من القلق والتوتر وايضا المزاجيه، وهو بيكون هون بحاجه لدعم من الاهل والمحيط اللي حوله، لكن كثير من الاهل بيفشلوا ببعض الأحيان بالتعامل مع المراهق، بيروحوا لطبيب نفسي أو اختصاصي نفسي أو تربوي، لأنه هون بيقولوا نحن فشلنا بالتعامل مع بنا، وهي المرحلة يمكن رشا بنسميها مرحلة الصدام بين الأهل والمراهق. تماماً، هي مرحلة حساسة بعمر كلنا مرقنا فيها اليوم، خلينا نكون متفقين أنه كل حدا مرق فينا، ولكن كانت عند كل شخص بدرجة معينة. اليوم الأهل يعني عم تكون هاي الفترة حساسة على الطفل، على خلينا نقول على الشاب وعلى الأهل، وللأمانة يعني هي تجي في مرحلة كتير بشعة بالعمر، هي مرحلة الشهادات والدراسة. صحيح. يعني فبتلاقي الأهل كتير متوترين إنه أنا بتقلك الأم أو الأب أنا ابني فجأة تغير، أنا ابني ما كان هيك، أنا ابني كان كتير شاطر، أنا ابني نزل مستوى بالدراسة، أنا ابني عم يطلع، أنا ابني ما عم يسمع كلمتي، وهذا الصراع يعني أبدي وما بنعرف أزلي يعني وما بنعرف إذا بده يضل أبدي. خلينا نروح لنعرف أكثر كيف قادرين نحن نتعامل معه صح، وخاصة بفترة الدراسة، وشو هي أهم التغييرات اللي ممكن نحن نلحظها إنه هو بلش بهي الفترة. أكيد معلومات كتير مهمة حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم، وهي الأخصائية التربوية نغم طربي. يسعد صباحك يا نغم. هلا، يسعد صباحكم وصباح المشاهدين. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. هلا. طبعا هذا الموضوع كثير مهم، وتعتبر معاناه مثل ما حكينا مرحله الصدام بين الاهل والمراهق، حتى يمكن ما بيحب يسمع شيء من الاهل، بس بلشوا أكيد. او حبوا انه هن يخافوا عليه او ينصحوا، بلشوا بالمحاضره، هي كلياتنا بنعرفه، يمكن نحن مارقين فيها كلياتنا. بلشنا بالمحاضره. تماما. خلينا بدايه قبل ما نفوت بالتفاصيل نحكي، او يمكن في اعمار معينة في أطفال بيبلشوا بالمراهقة أبكر من أطفال، خلينا نحكي إيمت بتبلش المراهقة وإيمت بتنتهي؟ العمر الفاصل، المراهقة هو العمر الفاصل بين مرحلة الطفولة ومرحلة الرشد، بتختلف من شخص لآخر من مجتمع للتاني، لكن بالبداية بدي بارك لكل أم وأب وهنيهم عن جد إذا كان عندهم طفل أو طفلة بهي المرحلة، لأنه هي المرحلة كتير حلوة بحياتهم، وأنا عم عيشها حاليا مع أطفالي. بالفعل لما أعرف أتعامل بطريقة صحيحة بتكون مرحلة حلوة. للأسف نحن اللي عم نشوفه أنه الطفل دائما، أو في قاعدة أساسية لازم نعرفها، أنه المراهق هو مرهق وليس مرهق، بمعنى انه هن المرهقين من النمو الجديد اللي عم يطرأ عليهم، في عندهم تغير هرموني. تغير بالجسدي، التغير الجسدي اللي عم بيصير، تغير باشكالهم، في عندهم التغير الاجتماعي او النمو الاجتماعي، بصير بيتساءل مين انا، طيب انا شو بالنسبه للاشخاص، شو بالنسبه للمجتمع، كل هي التساؤلات يلي بيسألها بينه وبين نفسه عم بتسبب له صراع داخلي، حتى ما بيكون بيعرف شو بده بهي المرحلة. طبعا في عنا النمو العاطفي الانفعالي، منشوف الطفل مثلا هو وصغير عم يلعب مع ابن خالته او البنوتة عم تلعب مع بنت عمه، بصير في خلاف، بيضربوا بعضهم، ممكن يشدوا شعر بعض، لكن لما بيوصل لمرحلة المراهقة منشوف انه بتتغير تصرفاتهم مع بعض، بصير في حدود بعلاقتهم مع بعضاً. هذا هو النمو الانفعالي. في عنا البعد العقلي عند الطفل، بصير بينمو قدرته، تنمى قدرته على التفكير، يعني هذا الشيء بنسميه التفكير التجريدي، بحلل، بصير بيستنتج، بياخذ قرار لحاله بهي الفتره. بدي اعطي مثال صغير، هون نحن الطفل عنا مثلا بعمر الست سنوات خلينا نحكي، شاف خلافات عائليه بين امه وابوه، ممكن بيتأثر، أكيد بيتأثر بهذا الشيء، لكن بتمرق بسلام. إذا هذا الموقف نفسه كان موجود طفل مراهق بهي الخلافات، هون منشوفه هو عم بيفكر أكثر بنضج، أكثر بعمق، يعني بصير بيتساءل هن ليش اختلفوا، إذا انفصلوا شو رح يصير فيه، هي الأمور كلها. هون الطفل بيفكر أسرع،
أما المراهق بيفكر بشكل أعمق. هي التغيرات الاجتماعية النفسية الجسدية اللي عم تطرق عليه، العقلية الذهنية، إذا ما تعاملنا معها بشكل صحيح، هذا النمو الراقي يلي عم ينمو فوق في أطفالنا، إذا ما تعاملنا معه بشكل صحيح هذا الشيء رح يدمر المراهق تماماً. لازم نعرف نتعامل مع كل خطوة لحتى يصير في عنا شخص ناضج، شخص قادر على مواجهة الحياة. هون بهي المرحلة شخص ناضج قادر، بدنا نحكي اليوم عن شخصية الأهل وكيفية تعاملهم مع هذا المراهق. بتشوفي اليوم مراهقين فجأة صاروا مزاجيين، كلمة ما بقى يتحملوا منك، معصبين على طول، قراراتهم منفردة لحالهم، بحس صار عندهم يعني بعدوا شوي عن المجتمع، حبوا يعملوا مجتمع خاص فيهم، وهون الأهل بيحتاروا بكيفية التعامل. منهم بيروح للتعنيف بهذا العمر، ومنهم بيروح للحوار على مبدأ ابنك إذا كبر خاوي. تمام، خلينا نحكي اليوم الأهل اليوم كيف قادرين يتعاملوا بفترة المزاجية النفسية عند المراهق. بدنا نحكي عن الفترة، فترة المراهقة بتختلف الآراء حول هذا الموضوع، بتمتد من 9 سنين 9.5 10 ل قبل البلوغ، لمرحلة البلوغ. في أشخاص بيقولوا أنه هي بتمتد من 10 ل 18، ممكن تمتد للعشرين 21. هذا الكلام لا، لأنه الطفل بالتسع سنوات أو 10 تبين تظهر عليه كل التغيرات الرباعية اللي حكينا عنها، فهون ببلش بمرحلة المراهقة. للأسف كتار من الأهل اللي دائما بيحكوا أنه ابني مراهق، هي المرحلة كتير صعبة، هي المرحلة كتير خطيرة مزعجة، طبعا رح تكون هيك إذا نحن تعاملنا معها دائما، وجهنا لابني للطفل أنه أنت مزعج، أنت مزاجي، أنت تغيرت. طب ما الطفل رح يتصرف وتنعكس هي التصرفات على سلوكياته. نحن عم نحكي واقع، فإذا تغير الصحيح أنه نحن نتعامل مع هي الفترة بأنه هي فترة قدرة، فترة نضج، فترة تعرف مثلا، تجارب. إذا تعاملت مع طفلي بهي اللغة فهون رح تمرق هي المرحلة، تصير مرحلة سليمة إيجابية وآمنة بالنسبة للأطفال. فنحن دائما دائما منحكي ومنأكد أنه الأهل الموضوع دائما أي شيء منلاحظه على أطفالنا هي نتيجة الأهل وتصرفات الأهل مع أطفالنا. احتوي الطفل دائما، كون قريبة منه، اسمعه، وأهم الأمور أهمها هي أن يكون صديقة لطفلي. دائما منقول بالبداية وبالنهاية الصداقة، صداقة مع الأطفال نفتح لهم الأبواب، نخلي نوع من الانتعاش العاطفي. دائما الحديث لما الطفل بيحكي وبيعبر عن الأشياء اللي بداخله رح نحصل على نتيجة دائمة. أطفالنا رح يغلطوا لكن رح يرجعوا ويحكوا مشاكلهم، ونحن نعطي حلول يتقبلوها. مثل ما حكينا بالبداية، طفل المراهق بيرفض كلام أهله، بيرفض أي توجيه منهم. لازم هن دائما أنه أنا ما بدي أسمعكم، أنه أنتوا يعني بيعتبرهم كأنه أعداء لإله. طب مين اللي وصل؟ يفضل رفيقه، يسمع نصيحة رفيقه أكثر، لأنه أهله. مين هو الرفيق اللي عنده عم يسمعه، عم يعمله اللي بده إياه مثلا، عم بيعملوا شيء بيفرحهم هن الاثنين مع بعض. هاي الأمور يلي من وراء الأهل. طب ليه؟ لحتى نحن أكيد هو رح يعيش المرحلة مع أصدقائه، لابد منا هاي المرحلة، لكن معلي خلينا نحن نكون على علم بهذا الموضوع. يعني ليه لحتى أنا دائما عنف، دائما مثلا فرج الطفل أنه أنت الصغير، أنت اللي كلامك مو مسموع، أنت اللي هيك. لا معلي، لا أحيانا بيكون في خوف، يعني بيكون في خوف من الرفقة، بيكون خوف من الطلعة والفوتة. هو هون المراهق بيصير بده يعمل الشيء اللي براسه، وفي منهم بيكونوا فعلا في صراحة بينهم وبين الأم أو بينهم وبين الأب، بس بيوصلوا لمرحلة من الغموض. يعني قد ما كان في حوار، هنون في شيء دائما غامض مخبينه عن الأهل، وهنون بيخافوا مثلا هذا الشخص ما بدي إياك ترافقه لأنه أنا شفته مو منيح، لا بيصير بده يرافقه. هاي المرحلة كمان كتير صعبة، كتير صعبة. بس نحن اللي لازم نعمله، أوكي أنا شفت ابني مثلا هو بده هذا الشيء، ليه لحتى معلي خليني راقبه من بعيد وشوفه هو لوين بده يوصل، لأي مرحلة. كل شيء ما
ممنوع مرغوب، هي قاعدة أساسية. فأنا لما بتركه على راحته وبتركه يجرب، لأنه هو دائما مثلا لا تروح هذا المشوار، لا بدي روحه، لا تعمل هيك، لا بدي أعمل، طب أوكي خلينا ما نعاند أولادنا، خلينا نحن نمشي معهم ونراقبهم من بعيد، نوجههم بطريقة يعني ما تكون مباشرة وصريحة. يعني ما عليه، خلينا شوي هيك نتحايل عليه لحتى الولد ما يحس حاله كمان مراقب، لأنه منكون بشي منصير بشي. فهاي المرحلة كتير صعبة، لازم ما نخليها صعبة، لازم نسهلها علينا لحتى تمرق بسلام. هو بصير معه كل شيء بهذا العمر، بينزل مستوى الدراسة، ممكن يلفت نظره حدا برا يعيش كمان طبعاً. حالة عاطفية أخرى يعني بتأثر كمان على مراهقته وعلى، بس للأمانة في يعني حدا بيمرق منها بسلام. يعني بتقلك أنا ابني ما حسيت فيه بالمراهقة، ما عزبني. وهون ممكن نرجع للطفولة، كيف أنا معودي طفلي، وقت أنت عم تقليلي كوني رفيقته، حاوري خليه يحكي الصدق، يحكي مشاكله. أنا إذا ماني معودي هذا الطفل من هذا العمر ما رح يعني بعمر 14 سنة في اللي تعب دي أحكي لك كل شيء، لأنه بالأصل ما في حوار. ولكن نشوف نحن بعض الحالات، وخاصة يمكن الأب بيكون أقسى من الأم، عاطفتها دائما أكبر. بهاي المرحلة بيروح للتعنيف الجسدي، قد ممكن يأثر سلبي على الشخص هون؟ التعنيف الجسدي بكل أشكاله، مو بس التعنيف الجسدي، التعنيف بشكل عام بيأثر على الأطفال. ليه لحتى نلجأ لهي الأمور؟ معلي خليني ضوي على هذا الموضوع. نحن هذا الجيل لازم نكون أوعى، لازم يكون عندنا حكمة بالتصرف مع أطفالنا، لأنه هن الأطفال دائما بحكي إنه هن أمانة عنا. ليه نوصل الطفل لمرحلة اليأس، لمرحلة الحزن مثلا؟ إنه كتير صعب أنت تشوف طفل اليوم هون يمكن الحرمان هو أفضل طريقة. أنا معلي خليني أحكي عن تجربة شخصية أنا مريت صدق. فيها وعمر فيها مع أولادي، إنه أنا لما بزعل الصغير 13 والكبير 15، كلهم ما شاء الله اثنين مراهقين يعني طبعا الاثنين على جميع جبهات انت اليوم هي. فانا لا عم عيش هاي المرحله معهم هن الاثنين، وحتى كل حدا بيكون له طبع خاص، له سلوكياته الخاصة. يمكن بتختلف كمان بين الصبي والبنت، السلوك هن صبية. أو المراهقة. ايه طبعا تكمل معك ايه بس انا صدقا انا ما عم بتجمل ابدا، بس انا ما عم عاني بهي المرحله، لانه انا قريبه منهم دائما، حتى والدهم. يعني الشيء اللي لازم نحن نتفاهم عليه لحتى نبني جيل واعي، انه الاب والام يتفاهموا على صيغه معينه. معلي يعني مثل ما بيقولوا واحد بيشد واحد بيرسل، في امور لازم يكون فيها حزم، لازم يكون فيها توجيه. فهون انا اطفالي لما بوجههم، لما بكون انا عن جد قريبه منهم، يعني انا بشوفهم انه هن اول ما بفوتوا من الباب ماما تعي شوي، ماما تعي انه بدنا، انا بعرف انه هون بدهم يحكوا، دائما اسمع لهم، ما يسمعوني كثير. يعني انا دائما خلي افتح الابواب النقاش والحكي، اصغي لهم، انصت لكلامهم لحتى يعني اعرفهم، فرجيهم انه انا مهتمه بهذا الموضوع. عن جد عم بحكي عن شيء انا عم عيشه. خلي كل الاهل تسمع وتعرف انه هدول الاطفال عن جد، وهي المرحله كثير حلوه بحياتهم، ما نصعبها على حالنا يعني كمان ايه، ما نصعبها على حالنا لا بالعكس، خلينا نعيشها بكل محبه، بكل فرح، بكل سعاده، لحتى يكونوا اولادنا حتى بتشوفيهم ردود افعالهم بتكون كثير حلوه. طبعا اكيد في زوايا بتكون مزعجه، ما عم نحكي نحن بالكماليه 100%، لكن بنسب نتقبلها اليوم تماما، بنسب كثير معقوله. طب اذا بدنا نحكي اليوم عن اكثر الامور اللي بتزعج المراهق، يمكن حكينا منها انه وقت الاهل بيقعدوا بينصحوا او بيخافوا عليه او بطريقه انه بيعتبرها محاضره، في اشياء ثانيه يمكن بتزعج المراهق بتخليه دائما انطوائي او ببعد عن اهله؟ الاول شيء واهمه ولا شك انه هي براس القائمه هو الصراخ، صراخ على الطفل، لانه بيحس حاله انه البنوته بتحس حالها صارت صبيه، والصبي انه انا شاب، كيف بتعيط علي المعلمه مثلا او الام او الاب او المرشد. هذا كثير صعب. والشيء الصعب اللي هو بيكرهه هو الانتقاد. خلينا نسحب الانتقاد من حياتنا، سواء كان رحيم او كان عن طريق مثلا الضرب او الصراخ او العصبيه. يعني انا بيجي مثلا انه بنتقده وانا هاديه، لا 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 لا، خلينا نبعد عن الانتقاد بشكل عام، نشيله من حياتنا لحتى ما ياثر على نفسيات الاطفال، يضل في عنده ثقه بالنفس، يضل في عنده قوه شخصيه. كمان المقارنه بكل اشكالها بهي المرحله،
سواء مع نفسه او مع الاخرين. احيانا الاهل بنحبهم انه يكون ابنهم افضل الناس، بس نحن ليصير افضل ممنوع نقارنه لا بغيره ولا مع نفسه بهي المرحله، لانه خلص هي تغيرات نمائيه بتطرأ على اطفالنا لازم نحن نعرفها. في كثير مراجع بعلم النفس، علم نفس المراهقه، نحن لازم نشوفها ونطلع عليها كرمال انه نعرف لما بنشوف التغيرات بتهون علينا المرحله، نعرف كيف بدنا نتعامل مع كل طفل لحاله. فهذا الموضوع كثير مهم. ممكن غير انه نحن المقارنه بين كل حدا والثاني، لازم نحسسه بالامان. الامان اللي هو هذا كثير شيء مهم، مثل ما حكيتي حضرتك ممكن يروح لغيره، يروح لرفقاته، يلجا لحدا كبير غيرك، فانت ما تخلي هذا الموضوع ابدا ياثر عليه. وننظر زاوية المزاجية من زاوية أخرى، يعني أنه ما نحكي أنه أوكي أنت مزاجي، بس هي المزاجية لابد منا بهي المرحلة. فنحن ما كتير يعني ننزعج من هذا الموضوع، ما عليه، خلينا بدنا نتحمل بالنهاية هن أطفالنا ومسؤوليتنا. يمكن ومسؤوليتنا يعني ما بعرف، بحس انه اذا اعطيتيه مهام اليوم بتعززي هي الثقه عنده. اذا حسستي انه انت اليوم مسؤول ببعض النواحي بالحياه، عم تحمليه مسؤوليه حتى لو كانت شوي صعبه، بحس حاله انه هو عن جد له وجود بالعيله، له بتزيد ثقته بنفسه. يعني قد ايه اليوم مهم نعزز هي الثقه؟ في ناس كثير بتربي اطفالهم يعني في نماذج بالحياه انه من عمر السنتين عندهم ثقه فظيعه بحياتهم، فبيكبروا عندهم هي الثقه موجوده بحياتهم وبامكانياتهم. هذا كتير ضروري، لأنه بهي الفترة بيكون الطفل عنده شغف لتحمل المسؤولية، أنه أنا صرت كبير، أو البنوتة بتقول أنا صرت كبيرة لازم أتحمل المسؤولية. دغري بتمسك ميلة حمراء. هي أول مسؤولية بتعملها بالحياة. هي أهم شيء بحياتهم البنوتات، لازم يعني. فطرة سبحان الله يعني تحسي. لأنه هو يعني عادة أو تقليد للكبار بالنهاية. صحيح. ما فينا نمنعهم عنا هي، اكيد هاي الامور. فنحن ما نقتل هذا الشغف عند الاطفال، ما يكون في عنا ازدواجيه بالتعامل، بمعنى انه انا مره بحملك مسؤوليه وانت كبير، وبامور ثانيه انه انت صغير يلا ما بيصير تعمل هيك، لا خلص بدي احدد موقفي بالتعامل مع الطفل كرمال انا احصل على نتيجه صحيحه. اكيد الموضوع يعني قد ما حكينا عنه ما بيخلص، وبحاجه لها حكي اكثر عنه. اكيد بدنا نتشكرك على هالمعلومات اللي قدمتي لنا اياها، واكيد بنتمنى هيك دائما السلامه وفتره مراهقه لكل اطفالنا تمر بسلامنا. نتشكرك الاختصاصيه التربويه نغم طربيه. حبيبتي شكرا لك، الله يخلي اولاد الجنه يا رب. هاللوك الحلو حبيت حبيبتي. اهلا وسهلا بحضرتك.